لوضعه المادي، البيزنس، لحسابك البنكي، كأن دي الحاجة اللي شغلة الطاقة بتاعتك دلوقتي اللي هي المال. اوكي، فالناس اللي اختاروا الحجر ده، احنا هنتكلم فقط عن طاقة المال لان دي اقوى حاجة ظهرت. فلو عندكم اهتمام بجزء تاني ممكن تختاروا مجموعة تانية، وحسب اللي هيظهر فيها هندخل فيه. فالمجموعة الاولى انتوا حطيتوا نيتكم على الطاقة بتاعت ان انتوا عايزين تغيروا اصلا نظام حياتكم او مستوى المعيش المادي بتاعكم دلوقتي. ايا كان مستواك ايه انت عايز احسن، ايا كان مستواك ايه انت عاوز ارتقاء اكتر، عاوز وفرة اكتر، يعني كأنك حد عاوز تعيش حياة فيها رفاهية، فيها وفرة، فيها خير. وبتفكر ازاي تعيد صناعة الثراء. يا اما ان انت شخص كنت ثري او كان معك فلوس وعاوز تبدأ تبني من نفسك من تاني او تعيد بناء نفسك من تاني، او ان انت شخص حطيت النية دي، نية ان انت تبقى شخص ثري او شخص يبقى معك فلوس او شخص تبقى مستثمر او تبقى صاحب براند معروفة او حاجة. خلينا نشوف اكتر. بس على فكرة انتم من الناس الروحانية روحانيا في طاقة الثراء اصلا، فيا اما ان انت عقلك، طبيعة فكرك، افكارك وكده بتعرف ان انت تفكر زي الاغنياء او زي الاثرياء، يا اما ان انت من الاشخاص اللي اي حد يشوفك هيقول عليك غني، اي حد يشوفك هيتعامل معاك على طاقة ان انت ثري. سواء بقى انت فعلا ثري او لا، هي مش مشكلة الناس، هي الناس بتشوفك كده، بتشوفك بتقول بس ده غني ينفع يتعمل منه سبوبة كويسة، ينفع يطلع منه فلوس. فممكن تكونوا بتتحطوا في مواقف، يعني البعض منكم مش كلكم، ان بعض الناس تحاول انها تستغلكوا، او بعض الناس تحاول انها تشوف انت معاك كام في جيبك، يلا طلع اللي معاك هاته كله، انا عايزه كله، انت معاك كتير هاته. فدي